أهلا بكم في صوتكم. ما هي دلالات إعلان المرجع كاظم الحائري اعتزاله بهذا التوقيت بالذات؟ ولماذا يوصي بإطاعة مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي؟ أليس هذا الأمر يعني ترك مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع الشيعي علي السيستاني واتباع خامنئي؟ وبالتزامن مع اعتزال الحائري، لماذا أعلن بعده زعيم التيار الصدري اعتزاله سياسيا مع إعلانه التمسك بمرجعية النجف؟ أليست هذه الأمور هي التي فجرت أحداث اليوم في العاصمة بغداد؟ وإذا كانت الصور الواردة من بغداد توثق اختباء القوات الحكومية مع المتظاهرين، فمن الذي يطلق الرصاص الحي؟ قتلى وجرحى بصفوف أنصار الصدر ونزول لمسلحين بآلياتهم تابعين لميليشيا سرايا السلام وسط أحداث متسارعة وترقب وقلق من قبل العراقيين. نتابع ونناقش وإياكم أعزائي المشاهدين ما يجري في العاصمة بغداد وبالمنطقة الخضراء وباقي المحافظات العراقية في هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، حيث أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وإغلاق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة التي قررها ب 72 ساعة، وذلك لتوقيع اتفاقية تتضمن عدم خوض قوى ما بعد الاحتلال للانتخابات المقبلة. وعقب إعلان الاستقالة توجه أنصار التيار الصدري نحو القصر الجمهوري في العاصمة بغداد واقتحموه قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين الميليشيات لإجبارهم على الانسحاب منه بالقوة. دعونا نشاهد هذه اللحظات الأولى لاقتحام القصر الجمهوري كما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد. أنصار التيار الصدري يدخلون إلى القصور الجمهوري، القصور الرئاسية يعني، وبالتحديد هذا القصر اللي تعقد به قصر الحكومة اللي تعقد به بعض المؤتمرات الصحفية. أنصار التيار الصدري يدخلون يقتحمون كل القصور الرئاسية، القصر تلو الآخر، هذا القصر الأول. بعد ما اقتحموا كل البوابات الرئيسية، القوات الأمنية انتشار أمني مكثف ومشدد من قبل القوات الخاصة، وكذلك أيضا القوات الخاصة والقوات الأمنية بتجديد من العمليات المشتركة. طبعا بعد هذه المشاهد حاولت قوة من مكافحة الشغب التدخل لإجبار أنصار التيار الصدري على الخروج من داخل باحات القصر وأروقته، وجاءت هذه المحاولات متزامنة مع موقف رئيس الحكومة الذي شدد على إدانته للتجاوز على ما سماها بمؤسسات الدولة، عادا ذلك بالخروج عن السياقات القانونية، موجها دعوته للصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية. دعونا نشاهد جانبا من المواجهات التي حصلت داخل القصر الجمهوري لإجبار المتظاهرين على الانسحاب قبل استعراض بعض تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الصور، فلنتابع. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الصور واللحظات الأولى لاقتحام القصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء. ناظم عباس يقول: بلد خربان وضاع معه كل الأسف الشديد
تحكمه العصابات. كاظم يقول أي شخص يقتل الآن داخل الخضراء دمه في رقبة الميليشيات الإيرانية وبأمر من خامنئي. أما نوفا قالت ما حد يروح ضحيتها فقط الشعب، أما السياسيين كل شيء ما عليهم تصفية حسابات ويرجع كل شيء لمكانه. فاطمة قالت لو يصير الجيش ويا الشعب كان ما هيج صار حالنا، كان من زمان تغير النظام. نعم طبعا تطورت الأحداث بعدها وشهدت المنطقة الخضراء إطلاق رصاص كثيف على المتظاهرين بعد دخول أمن ميليشيا الحشد على الخط وفقا لشهود عيان، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف أنصار التيار الصدري إلى 12 قتيلا و200 جريحا فضلا عن جرح العشرات برصاص أطلقه مسلحون تابعون لميليشيات الحشد عليهم في المنطقة الخضراء. دعونا نشاهد جانبا من إطلاق الرصاص على المتظاهرين وتشييع جثة أحد أنصار التيار الصدري الذي قتل في المنطقة الخضراء في هذا المقطع. أخرى راح يحصرون في الجزء القوة غير من الجسر الثاني والإمام علي هسه أخوي خابرني جوس عدا وعد جسر القناص يدخل القناص هذا أحد المصابين الآن هو الشهيد من الثوار إمام الحسين في ذات السياق، حيث أكدت مصادر أمنية إطلاق نار كثيف من جانب ميليشيات الحشد تجاه أنصار الصدر بهدف إبعادهم عن مقرات الحشد داخل المنطقة الخضراء، بينما أكد شهود عيان لجوء أمن الحشد إلى استخدام أسلحة القنص في تفريق المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن إصابات مباشرة بمناطق الرأس والصدر والقلب. لنشاهد المقاطع التالية التي تبين لحظة تعرض أنصار التيار الصدري لإطلاق النار قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. أمن الحشد هذا إطلاق نار من قبل أمن الحشد. هاي حتى هنا أنا ضربت ذني بعد شلون وقعني. هذا وطن حاضر حجب الناس. الناس. جيب اللي جلي وقع. على ناس على ناس. ما
بلا تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور وسقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين. دعاء الطائي تقول هو نفس الحقد وكمية التعطش للدم أثناء قتل ثوار تشرين. أما السجاد فقال اللي يرمي عبارة عن آلة مبرمج على القتل ما يعرف شيء غير القتل. أما زين العابدين فقال بين تشرين وآب القاتل واحد وبلا عقاب. دانيال قال 20 سنة سلطة وسلاح ونفوذ وفلوس، شتريد يطش شكليات مثلا، طبعا يقتل أمه وأبوه على المنصب والامتيازات. نعم، معنا اتصال أحمد من ألمانيا. أحمد، يعني ما هي دلالات إعلان المرجع كاظم الحائري اعتزاله بهذا التوقيت، ويعني يحمل الإعلان إعلان الاعتزال توبيخ إلى مقتدى الصدر، وبعده يرد مقتدى الصدر ويقول يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري بأن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، يقول كلا، بأن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخلى عن العراق وشعبه، وأكد بأن النجف هي المقر الأكبر للمرجعية وليس كما دعا الحائري باتباع مرجعية علي خامنئي لتبدأ بعدها كل هذه الأحداث وسفك الدماء في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. أهلا بك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي مستمعيك الأفاضل والمشاهدين الكرام. أخي الفاضل، بمختصر العبارة السيد الحائري لم تصدر منه هذه الفتوى بمحض إرادته، وهو عبارة عن دمية تحركه أيادي الولي الفقيه في طهران. الورقة الأخيرة التي كان يمتلكها الإطار ومن ورائها الولي الفقيه في طهران هو محاولة شق التيار الصدري عن طريق شق أو زرع بذور الفتنة في داخل التيار بأن المرجع الحائري الذي أوصى به والد السيد مقتدى، ومقتدى طبعا غير مجتهد، يعتزل السياسة ويعترض على ما يتبناه مقتدى من رؤى مستقبلية للعراق. حقيقة هناك صراع دائم ما بين الحوزة العلمية في النجف والحوزة العلمية في قم. يعني منذ تولي خميني عليه من الله ما يستحق السلطة في إيران، وهناك دائما مساعي لإضعاف الحوزة العلمية في العراق وما اغتيال العلماء الذي جرى في النجف بمساعدة الإيرانيين أو بوشايتهم من محمد باقر الصدر إلى محمد صادق الصدر إلا أوراق في هذا الملف الطويل. نعم طبعا، فقط يعني أذكر المشاهدين بأنه الآن بحسب الأنباء الواردة من العاصمة بغداد وبحسب مصادر صحفية سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. نعم أخي أحمد تفضل. أخي الفاضل، أنا أزيدك من الشعر بيت أنه نعم. عدد الشهداء وصل إلى 25 شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان. آمين. وأيضا هناك قصف لبعض مراكز الحشد الشعبي الولائي الموجودة في المنطقة الخضراء، واستهداف كذلك يعني مقرات للعصائف في بغداد مثل ما حصل في شارع فلسطين. نعم. أو في البصرة. نعم، أنا أتكلم عن المنطقة الخضراء. نعم. قائد عمليات بغداد للمنطقة الخضراء للحج. نعم. الشعبي هو حسين عبد العباس الليل الملقب حسين السويدان أبو نورة. هذا موجود الآن داخل المنطقة الخضراء وهو الذي يقود من يقمع المتظاهرين. عنوان. نعم. سكنه ومحافظة واسط العزيزية منطقة الهاشمي، ورقم جوال أيضا موجود. نوصي أنا وصيتي للإخوة الثوار الأبطال أن يحاولوا قدر الإمكان تقليل. نعم. سفك الدماء والتوجه إلى رؤوس الفتنة من أمثال هذا الذي يدعى حسين عبد العباس الليلي. يعني أنت تتفق بالبداية حتى ننتقل إلى التصعيد اللي حصل، يعني أنت تتفق ما جاء مع تغريدة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بأن كاظم الحائري اعتزل ليس بمحض إرادته ولكن بضغط؟ لربما اعتزل بمحض إرادته لأن هو يريد أن يشق التيار الصدري، وأكيد الشيء المتأكد أن هذا جاء بموافقة أو بضغط أو بمباركة مكتب الولي الفقيه. نعم، لا بأس، لا شك في ذلك أخي. والخطوة التي اتخذها مقتدى الصدر حقيقة كانت
من باب من زين يعني كيف نفهم الاعتزال السياسي وبنفس الوقت نزول سرايا السلام في الشوارع؟ أخي الكريم، نعم، كان انسحاب الحائري هو حقيقة لتوريط مقتدى الصدر بصفة شخصية في أنه كل شيء يحدث في العراق يلقى على عاتق مقتدى الصدر. لكل فعل رد الفعل، هذا القانون الفيزيائي المعروف. فكانت الخطوة الموثقة التي تتخذها مقتدى الصدر هذا اليوم، ولأول مرة يتخذ خطوة موثقة وصحيحة، أنه هو أيضا اعتزل وقال منسحب من العملية السياسية ولا علاقة لي بالثوار. الثوار يمثلون العراق لا يمثلون التيار. كانت هذه خطوة جيدة. نعم، سرايا السلام وجيش المهدي وغيرهم وحتى الكتائب وحتى بعضهم عراقيين، التيار كله عراقيين، فعندما يخرجون الآن خرجوا بغير طاعة لمقتدى الصدر، فلذلك لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وهذه خطوة موثقة. هل برأيك هذا التصعيد يعني لغاية الآن هناك يعني صواريخ تسقط على المنطقة الخضراء، هناك قصف بالقاذفات، هناك يعني رمي على مقرات، هل سوف ينتهي هذه الليلة أم سوف يستمر؟ أخي أنا أقول لك من المصادر التي أمتلكها داخل العراق أن هذه الليلة سوف لن يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى أي مقر للميليشيات الإيرانية الولائية في بغداد وفي المحافظات سالم، تحرق الجميع، هذا أولا. شيء آخر، أنا أتوجه إلى الأخوة الثوار الذين أبارك جهودهم ودماءهم الطاهرة أن لا يحاولوا أن يصطدموا بالآخرين، ولكن التوجه إلى رؤوس الفتنة. لدينا 4-15 رؤوس فتنة كبار، إذا استطعنا أن نقطف هذه الرؤوس العفنة فإن شاء الله سبحانه وتعالى العراق بأمان وأمن، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نصل إلى بر السلامة. الأمر الأخير الذي أحب أن أتوجه باختصار إلى الأخوة الثوار، عليكم بانتخاب أو بوضع لجنة من مثقفيكم من خبرائكم من عقلائكم لغرض السيطرة على الاندفاع الشعبي بالتعاون مع بعض كوادر التيار. شكرا لك أحمد من ألمانيا. كان معنا أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، يعني شاهدت هذه الصور، صور القتل بحق متظاهرين عزل دخلوا إلى المنطقة الخضراء، كل شهود العيان والمقاطع الفيديوية تؤكد بأن ميليشيات هي من أطلقت النار، وكذلك شاهدنا وعرضنا قوات أمنية برتب عالية تحتمي مع المتظاهرين من الرصاص. هل هو هذا الطرف الثالث الذي كان يقتل ثوار تشرين موجود داخل المنطقة الخضراء وقام اليوم بقتل أتباع التيار الصدري برأيك؟ تحية لك سلام على قناة الرافدين. أولاً دعوانا اللهم احمي العراق وشعبه، آمين يا رب، وابعد عنهم الفتن يا رب العالمين، وان شاء الله بردا وسلام، آمين. ثانيا، انا من الناس متوقع انه سيد مقتدى الصدر ما يستمر بثورته. احنا كنا نتامل وكنا نتمنى انه يستمر هاي الثوره، لانه هو وصل الى مرحله ما بقى قيمه لا البرلمان دخل لا مجلس قضاء دخل لا القصر الجمهوري اليوم دخل يعني ماكو سلطة من السلطات إلى ما دخلوها، معناته الدولة انتهت. الدولة الآن في اللغة السياسية الدولة ساقطة، لا وجود لدولة. ولذلك الآن نتمنى يعني ما يجري الآن كله متوقع، لأنه من يطلب القائد العام للقوات المسلحة من رئيس حزب أو رئيس ميليشيا يعني يتدخل لإيقاف هذا، معناته أنه ماكو دولة حقيقية وماكو جيش حقيقي وماكو سلطة حقيقية، والدليل أنه ممكن أي واحد يدخل يرمي ويطلع. فأنت متوقع كل شيء متوقع. أما فتوى السيد كاظم الحائري، أولا لا وقتها، لأنه أنت أما تكون مرجع مستمر وجاي للعراق وقاعد بالعراق ومرجع عربي، حتى تقدر أتباعك دول أغلبيتهم من التيار الصدري يقلدوك وتقود العملية السياسية كونك أنت مرجع ولي فقيه، وإلا ما لأنه تجي تقول اعتمروا بفلان. ما سامعها جديدة بالنسبة لي حقيقة، ما سامعها جديدة أنه مرجع يقول اقتدوا بمرجع آخر وهو بعد عدل. أنا أدري المرجع من يموت يقول لا من بعدين مرجع، لا والمرشد الإيراني والمرشد علي خامنئي يوصل، نعم، وليس بمرجعية النجف المتمثلة بعلي السيستاني. نعم نعم، هي هاي الغريبة بالموضوع، يعني لها دلالات وفي هذا التوقيت وهذه الشخصية، يعني وحدها هي تخلق فتنة.
استاذ عمر ربما نعم. هو لان موجود بايران ربما متعرض الى ضغوطات في هذا الموضوع. الصدر قال كما بالنسبه نعم سابقا السيد كمال حيدري نفس نعم العمليه تعرضون الى ضغوطات والا قلت لك هو لو يريد شكو العراق السعامل بالنسبه له وليش ما يجي للعراق ويكون مرجع للتيار نعم. الصدري اللي موجودين ويقودهم نعم. لان احنا كنا نتامل تعطيل الدستور وهذا حلمنا تعطيل الدستور إعادة انتخابات ما تخدم العراقيين. احنا انا قلت لك في المرة يمكن واحد قلت لك راح يصير بوس عمك بوس خالك وثق هذا راح يصير لانه هذا بعد هذا الدماء تروح تشي هدرن لان العراق تعلم على الدماء من سنة 80 الحرب العراقية الايرانية لحد الان فراح تروح بوس عمك بوس خالك قعدوا هاي لك هاي لي وإعادة الانتخابات واحنا هذا منريدها يعني هاي منريدها نريد تعطيل الدستور نريد جهة إشراف دولي أمم المتحدة خلال 6 شهور نعم. تختار حكومة هاي الحكومة تقود البلد خلال هاي 6 شهور يصير انتخابات جمهورية وليس انتخابات برلمانية وإلا نعم. إذا بقى الوضع كما هذا ترجع نفس الأشكال ونفس الفساد ونفس المشاكل تزداد تفاقما وألما وأذية نعم. نسأل الله أن يجنب العراق الفتن والدماء نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا موسى من الموصل تفضل موسى تسمعني موسى من الموصل يبدو أننا فقدنا اتصال مع موسى من الموصل طبعا على صعيد ردود الأفعال الدولية حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مما وصفته بتعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر من جراء الأحداث الأخيرة في البلاد وكانت قواته الدعم الدبلوماسي الفوري التابع للسفارة الأمريكية قد اتخذت مواقع قتالية داخل مبنى السفارة وسط المنطقة الخضراء بينما أظهر مقطع مصور عملية إخلاء للموظفين من السفارة الأمريكية بواسطة المروحيات العسكرية قبل أن تنفي السفارة الأمريكية ذلك فيما لم يتسنى لنا التأكد من الشخصيات التي جرى تأمين خروجها بهذه المروحيات دعونا نتابع هذه الصور من داخل المنطقة الخضراء طبعا كما أشرنا بأن هذه الصور بحسب نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي كذلك أظهرت لقطات مصورة التقطها أنصار التيار الصدري للحظة هروب المسؤولين من المنطقة الخضراء بمواكب وسيارات مصفحة وأظهرت اللقطات أرتالا لعجلات رباعية الدفع وهي تغادر المنطقة الخضراء عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء فلنشاهد قبل استعراض تعليقات الجمهور العراقي دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق دريد الراوي يقول مو جديدة الهزيمة على السياسيين أول من يسرق وينهب خيرات البلد ومن تحمل حديدة يطفرون أما حامد الصالح فيقول المفروض يتم منعهم ويتم حجزهم حالهم حال أي متهم أبو الطيب يقول هي هاي الزلم انهزمته بس ما البوغ استاذية وطلعته بالهزيمة أيضا استاذية فواز يقول وين المفر من عقاب رب العالمين وما سرقوهم من قوت الشعب المسكين ويل لكل ظالم يقول العزة والشموخ للأحرار معنا اتصال عبد الرزاق من بابل عبد الرزاق الحائري يعتزل دينيا والصدر يعتزل
سياسيا، والأول يوصي بمرجعية إيرانية وهي متمثلة بعلي خامنئي، والصدر يرد عليه بأن المرجعية في النجف، لتندلع بعد ذلك مواجهات وإطلاق رصاص في المنطقة الخضراء وخارج المنطقة الخضراء، امتدت خارج المنطقة الخضراء. رأيك ما يجري اليوم في العراق؟ الله يستر على العراق والعراقيين. عبد الرزاق، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. دكتور عمر، أتصدر كوبون للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يقول ليت بيننا وبين الفرس جبلا من النار. يا ليت بيننا. نعم. الفرس يا دكتور عمر هم السبب الفتنة والفرقة وبث سموم العداوة بين المسلمين. إذا الحكي سلمان الفارسي ما أسلمت، لأنه كل ما هذا دار سلمان من أهل البيت يا شكرينا والله العلي العظيم على يتحال. يعني سيدنا سلمان، سيدنا يعني خلينا نكون واقعين، سيدنا سلمان الصحابي، وهذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شأن له. نعم، لا شأن له بما يجري اليوم. نعم نعم، هو احنا على عينه وعلى راسه، على عينه وعلى راسه سلمان. نعم. لكنه السبب دخول سلمان دخلوا للإسلام وصاروا نقم على الإسلام، احنا على عينه وعلى راسه سلمان صار من أهل البيت، ونقول هذا حظنا بعد الحمد لله. نعم. اليوم يا ريت هذا اللي شفنا الحائر الإيراني اعتزل، ما أعرف هو يعني اعتزل يعني اللعب، وبالفعل هو اللعب مو اللعب يعني كرة وغيره، لا هذا لابس كاسي وضحك على الدخول، وهذا اعتزل اللي وهذا اللي ما أعرف مقتدى الصدر هذا 10 مرة و20 مرة، ولو أنا إذا صراحة إذا ترجع لي إذا تخليني مقارنة بين قول الشيطان وبين قول مقتدى، يعني صدق بقول الشيطان ما صدق بقول مقتدى، لأنه رجل متناقض هنا يعني ما يثبت هذا اليوم اعتزال وحرقنا في الشارع. على أي حال أنا بالنسبة لي هذا اليوم اللي جاي يصير بالعراق، يعني أقول القاتل هم نقول إلى جهنم وبئس المصير، لأنه لا 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 عبد الرزاق مو هذا، أرجوك احنا ما ندخل في هذا السياق، أرجوك أرجوك عبد الرزاق، هذا هذا احنا لا احنا لا احنا نملك الجنة ولا احنا نملك النار، هاي بيد رب العالمين، فاحنا حتى لأنه جماعة مسلمين دكتور. نعم، بس خلينا أوضح فكرة رحمة على والديك. والديك تفضل تفضل دكتور عمر. نعم. اولا هذه مسلمين، وفك المسلم للمسلم هذا حرام. نعم. الشيء الاخر اللي الجمهور سواء جمهور الاطار وجمهور التيار على شنو اللي يعني خلاهم يتفضلون ويقاتلون على 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 الدفاع عن الوطن، دفاعا عن البلد، دفاعا عن مخربات المخربات الاسلام والمسلمين، هي كلها على مصالح شخصيه. شوف خليني احكي لك يا دكتور. نعم. مقتدى الصدر شريط والاطار شريط. مقتدى الصدر اذا تسمع يعني بكلامه وهذه خطاباته كل آل الصدر، مقتدى الصدر يعني عنده عقده النقص ويريد يكملها حال حال يعني دول الخليج، يريد يخلي العراق باسم آل الصدر. هسه اذا تشوفها كل آل الصدر يا اخي، هذا عراق الحضاره، لا آل الصدر ولا غير آل الصدر. يعني شلون مثل آل سعود قال هيا، هو يريد يخلي العراق كذا، شوف خطاباته بالاخيره وهذه كلها اهل الصدر. يا اخي شنو هذا الصدر؟ هذا عراق الحضاره مو ابو واحد، لا الصدر ولا غير الصدر. شوف يعني مختلف كل نواياه بانه يريد يعني يخلي العراق باسمه ويعني يكون هو الامر والناهي. نعم. فمو يعني هم الوطن. الاطاريين الهم مالتهم بانه يكونون يعني خدام وعملاء ومرتزقه لايران، يعني ايران هي اللي يعني مرتفعه، فاثنيا ما يعملون للوطن، ما يعملون لخدمه هذا المجتمع، اثنيا لمصالحهم وغاياتهم. يعني نعم، يعني وصلت الى هذه المرحله، وصلت الى مرحله الدم والقتل ولا تلقى بيهم واحد، يعني اليس فيكم رجل رشيد ويقول لك عمي اني هاي الخاطر الناس انا بطلت وهاي مع السلامه ثمان الله، ولا واحد بيهم حتى اليوم استنكر الدماء، كلها حفظ المؤسسات
الحكومية وحفظ كيان الدولة وما أدري شلون. زين وهاي الأرواح وهاي مصالح الناس والناس اللي اليوم دخلت إنذار ببغداد والأسعار هم صعدت، تدري يبدأ الاستغلال من التجار. إلى متى؟ إلى متى تبقى هذه القيادات السياسية اللي نصبها الاحتلال بلاء على العراقيين؟ دكتور عمر، نعم. أي قيادات؟ نعم. القيادي واللي عنده روح وطنية يبقى يثبت بمكانه. دكتورة اليوم شفتهم كلهم سردوا. إذا دولة خونة وعملاء مرتزقة، دولة ما عندهم يعني ما عندهم روح وطنية نهائيا، دولة عملوا لأجل مصالح دول، هم دول خونة. منو اللي جابهم؟ جبتهم أنا وأنت، لو جابهم المحتل فهم يعطون كل الدين، هم خونة وعملاء، ما يهمهم الوطن، يحترق البلد، أهله يحترقون، هم بالفعل راح يحرقون العراق. نسأل الله يا دكتور أن يحفظ العراق وأهله ويخلصنا من هالفتنة هاي اللي جابوها الفرس الأعداء وأعداء العراق. أشكرك عبد الرزاق من باب الكلام معنا. معنا أبو عبد الله، ما سمعت من يا مكان. ابو عبد الله من النمسا، تفضل ابو عبد الله. حبيبي السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. يعني بالقران وضع العراق. نعم اسمعك ابو عبد الله. انا جاي اسمعك استاذ. اسمعك سولف تفضل. اسمعك اي القرآن كتب يعني شنو وضع العراق صار مرجع إليه يبكي يعني كذا شنو من صار مضحوك الدين العالم. الله وكيلك العالم صار تضحك علينا. شنو أنا شاب مثقف كبير بالعمر أمشي ورا معمم أخرب بلدي أنا على ليش؟ هاي الناس جاي تعمر جاي تسوي. نعم يعني ما أعرف هذا البلد إلى وين؟ إلى الهلاك؟ وين هذا البلد؟ من خرب بعمامة شك واحد سارق، شك واحد باي، من خرب بعمامتهم واحد زين. لا سياسي شري، لا الله بيهم واحد شري، ما حد ما بيهم ولا واحد شري. هنا أنا ذاك اليوم عندك واحد سارق باق لبوقي. متى أسمعك أنا مع الأسف؟ أنا أسمعك، أنا ما أريد أقاطعك، أنا دا أسمعك أبو عبد الله. استمر. إحنا يعني دول اللي نحكي عليهم اليهود ذاك اليوم بالبرلمان مالهم، واحد طلع شويه سارق يعني عنده فساد. الشعب ثلاث ايام بباب البرلمان، ثلاث ايام بدلوه، ثلاث ايام. يعني احنا صارنا 18 سنه عمامه ما بدلني. نعم واحد ما بدلني. لا عمامه شعب مثقف يمشي عمامه، الدين واحد عم والسياسه واحد، وما خرب العراق غير بس الدين. نعم الله وكيله. يعني احنا خلونا نترحم على رأس صدام حسين من وراهم، خلونا نترحم على رأس صدام حسين. ذاك كان ماخذ يوم يريد لك هسه تشوف فشي باني لصدام حسين، ادى عماره عنده فشي، ادى فد بنايه ما عند الا ذول الخونه نور المالكي ومقتدى وما مقتدى، كل واحد عندهم عمارات وعندهم مصانع بالعافيه. يعني بس هو صوت الشعب. نعم مو صوتهم عمي، والله صوت الشعب. أنا أشكرك. أنا أحب أن أكون عندي فتح جاية، بس والله العظيم بالقرآن قلبه محترم. نعم. بالعباس أبو بشوف العالم، الله يساعد. أنا أشكرك أبو عبد الله من النمسا، كان معنا طبعا بحسب مصادر صحفية الآن سماع دوي 3 انفجارات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. طبعا ما جاء في اعتزال المرجع كاظم الحائري وبالخصوص ما يخص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال بأنه على أبناء الشهيدين الصدرين أن يعرفوا بأن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتساب. طبعا يعني عبارة قوية جدا. ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد، في إشارة مباشرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية، فهو في الحقيقة ليس صدريا مهما ادعى أو انتسب. فهذه يعني كانت رسالة قوية ويعني تجرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولهذا رد عليه بأنه
المرجعية في النجف وليست في إيران كما دعا المرجع كاظم الحائري. طبعا تناقلت مقاطع ناشطون تناقلوا مقاطع بإحراق لصور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتحطيم جداريات أخرى لهم داخل المنطقة الخضراء بعد أن فتحت ميليشيا الحشد النار عليهم في مشهد يبين حجم الشرخ بين أنصار التيار الصدري والميليشيات الولائية. دعونا نتابع هذه الصور. هذه هي الصور التي تم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي لحرق وتمزيق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وصول تعزيزات أمنية وسيارات تابعة لميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر وهي في طريقها إلى المنطقة الخضراء في محاولة للسيطرة على الأوضاع هناك عقب مقتل وإصابة العشرات من أنصار التيار الصدري تزامنا مع سحب ميليشيا الحشد للعديد من قطاعاتها خصوصا في محافظة ديالى وتم توجيهها إلى العاصمة بغداد. فلنتابع هذه الصور. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع نزول سرايا السلام إلى المنطقة الخضراء وإلى شوارع العاصمة بغداد. أم مروان تقول سترك يا رب، ألطف بالشعب العراقي وأنزل غضبك على الفاسدين. أما أيام فقالت هماتين حتروح ضحايا وهاي شباب تنطي عمرها على مود أسيادهم، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. آمنة يعني صارت حرب أحزاب، تقول اللهم احفظ العراق من الفتن يا الله. أما أبو أحمد فيقول أرأيتم هذا ما فعله الفساد والمفسدين، الظلم لن يدوم. نعم، معنا اتصال أحمد من تركيا، تفضل أحمد، ما رأيك بما يجري في العاصمة بغداد اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أستاذ العزيز، نعم، راح أكون صريح معك. تفضل. بالبداية الدخول تيار الصدري إلى برلمان، أنا هم اتصلت وتكلمت معكم نفس الكلام يعني. يعني أنا مستغرب من شيء واحد يعني. مستغرب من شيء واحد. أنا قائد يعني مع احترامات السيد المقتدر يعني. المفروض انسحابه على عين وعلى رأس. بس مفروض ما يصير انسحاب عمي. يعني هسه راح تروح ناس أبرياء راح يضحون. أنا يعني بكائي على وطني اولا وبكائي على هذا الشعب المذلول اللي ما يلقى خبز ياكل يشبع. يعني العالم اللي صار لهم شغل تارك اعماله تارك شغلاته، مفروض من مقتدى الصدر والسيد على راسه وعلى عينه مفروض يطلع يقول انا انسحبت كالاتي. خلي اكون واقع صريح معك كالاتي، يقول يابا انا انسحبت لانه المطالب الشعب ما يصير ما يوافقون على مطالب الشعب. ذاك الوقت مو بس الشيعي يطلع، هو اقدر منك استاذ اقول لك كلمه شيعي وانا نعم تقرأكم شيعي. نعم، مفروض انا اقول يا بتراني راح انسحب من سياسي على مو شنو انسحب اني، لان هذول البرلمان قاعدين كلهم فاسدين وخونه. اذا هو صحيح يقول انا السيد وابن صدر وجدي صدر ال صدر، مفروض يطلع يخطب مو يتسحب يخلي العالم يعني منو يعني منو يروح بيها ضحيه. وانا بوقتها قلت اللي يروح بيها بس مواطن فقير يا استاذ يعني. نعم، مع الاسف مع الاسف على هذا يعني التصرف المفروض يطلع يخطب. نعم يعني احمد يعني خطاب يقول يابا انا انسحبت
راح انسحب. هو اعلن اليوم اعتزاله، اعلن اعتزاله سياسيا ونزول ونزول اتباعه. بس خلينا حتى خليك بالصوره. نعم. ونزول اتباعه واقتحامهم للقصر الجمهوري ونزول سرايا. نعم. السلام، يعني من المستحيل ما تكون باوامره او بضوء اخضر من عنده. زين. نعم. ما يخالف، ما يخالف استاذ، على عيني وعلى راسي. نعم. ما يخالف، ما يخالف، ما يخالف استاذ. احنا 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 بهذا الشيء نفتخر ونكون فخر لنا بانه اذا صحيح راح يهجمون على منطقة خطر. بس بس استاذ العزيز، من واحد يعتزل، مو هي طوبه اعتزل وطلعت، انا طلعت شعب مظاهره بحيث اكون انا مع صدري، انا السني اصير من صدري، شلون اصير واحد يقودني يطلع. يعني انت تقصد انه يجب ان يستمر في هذا الطريق ولا يتراجع؟ نعم. اي عافيه، اريد اوضح. نعم. هذا الشيء. نعم. فانا من اطلع اعطي خطبه. نعم. انا اريد اطلع سياسي، ليش اطلع اعتزل؟ لانه الجماعه الخونه الموجودين اصلا ما يطالبون، اللي ما يطالبون حقوق البشر. هالعالم طالع على مش شنو؟ طالع على النفط وطالع على الذهب، كلهم عندهم فلوس وعندهم منو راح يروح بها؟ نور المالكي لو السيد المقتدر، مع الاسف يعني السيد يعني احترمه كل شيء، اعزه يعني اعزه معزه خاصه، بس مع الاسف هالتصرف استقاله. نعم. ما يصير. اشكرك، اشكرك احمد من تركيا كان معنا. طبعا على اثر هذه التعزيزات بين الطرفين اندلعت مواجهات بين مسلحة داخل المنطقة الخضراء بين ميليشيا السرايا وميليشيات الإطار التنسيقي بين الطرفين، بتزامن مع إحراق خيام المعتصمين من أنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. دعونا نشاهد هذه الصور التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي للاشتباكات. حرقوا الخيام، الله أكبر، الله أكبر. دعونا نذهب إلى الهاشتاج، حيث أطلق عراقيون وعادوا واسم الشعب يريد إسقاط النظام، والذي تصدر الترند في العراق خلال الساعات الماضية على تويتر عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء، تعبيرا منهم عن رفضهم لجميع الأحزاب وميليشياتها وتمسكهم بنهج ثورة تشرين التي خرج ثوارها للتعبير عن رفضهم للطغمة الفاسدة في العراق. دعونا نتابع بعض هذه التغريدات. عبد الله يقول: القضاء اللي حمى قاتلي ثوار تشرين شرعا لهم القتل، اليوم خلال 4 ساعات 8 شهداء. أما عباس الياسري فيقول: ليسوا قوات أمنية، إنما هي ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية التي تطلق النار الحي على المتظاهرين. إيفا قالت: اللي قتلوا هم أرواح بريئة مهما كان انتمائهم، لكنهم عراقيون وليسوا ذيول لإيران، وهذا يكفي. اللي قتلوا شباب كل هدفهم هو الاحتجاج على الوضع وتغيير الواقع المزري. إيران تقتل العراقيين، خامنئي يقتل الأبرياء. المهندس عمار أو أنمار قال: هسه عرفتوا من القاتل؟ صار واضح، إيران وميليشياتها وأذرعها بالعراق هم القتلة، الشعب يريد إسقاط النظام. نعم أعزائي المشاهدين، تحدثنا في هذه الحلقة طبعا وما زالت الأحداث جارية على الساحة العراقية، هناك أحداث متسارعة على الساحة العراقية. قبل قليل ذكرنا بما نقلته مصادر صحفية بدوي انفجارات أو 3 انفجارات داخل المنطقة الخضراء بحسب مصادر صحفية. هناك طبعا يعني منصات تابعة إلى التيار الصدري تتحدث عن وصول تعزيزات كبيرة من سرايا السلام إلى المنطقة الخضراء، وكذلك إحراق مقر حزب الدعوة في بابل، وكذلك إحراق مكتب كتائب الإمام علي على يد أبطال جيش المهدي كما قالوا في منطقة جسر ديالة. كذلك يقول: هناك تم قصف مقر العصائب في البلديات، وحديث عن
هناك يعني حملة على مقرات الأحزاب وإغلاقها في ميسان في العمارة، يعني أحداث متسارعة، هناك اشتباكات، هناك قصف على المنطقة الخضراء كما ذكرنا، أحداث متسارعة في العراق، إحراق عدد من مقرات ميليشيات بدر والعصائر في محافظة ميسان، هذا بحسب منصات تابعة إلى التيار الصدري وكذلك مصادر صحفية تتحدث ومقاطع فيديوية كثيرة منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. ندعو الله أن يجنب العراق الفتن وإراقة الدماء يا رب، آمين، وأن يبعد شبح الحرب الأهلية عن العراق وعن العراقيين. إذن تحدثنا عن دلالات إعلان المرجع كاظم الحائري، اعتزاله في هذا الوقت ودعوته لاتخاذ علي خامنئي مرجعية سياسية ودينية لأتباعه، وبعد ذلك اعتزل سياسيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولكن تسارعت الأحداث بعد ذلك ووصلت إلى الاشتباكات ووقوع يعني أكثر من 12 قتيلا ونحو 200 جريحا من أتباع التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء برصاص الميليشيات، هكذا تحدث أتباع التيار الصدري. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.